انتبه انتبه اشغال مع نادية فوتي. اهلا وسهلا منتبهين للناس الكل. في الويكاند تواصل الجدل مسلسل الفلوجة. وزير التربية كان تدخل نهار السبت مع ليندا، كان تحدث على في رمضان شو، قال انه رئيس الجمهورية هو من يقرر، والنظرة الأخيرة لسيادة الرئيس في علاقة بهذا الملف. طبعا رئيس الجمهورية له نظرة أكثر شمولية على هذا المجتمع، على كل التجاوزات اللي يمكن تقع فيه، ولكن أعرف جيدا أن السيد رئيس الجمهورية هو يعني رجل يحترم كل يعني الأنشطة الثقافية، ويحترم كل الإنجازات الإنسانية خاصة في مجال الإنتاج الفني والسينمائي وغيره. يعني تتوقع أنه رئيس قيس سعيد مش في الجو؟ نظرة طبعا النظرة الأخيرة والرأي الأخير لسيادتي في علاقة طبعا بهذا الملف. يعني أرد كان من عند زميلنا يونس الفرحي الممثل اللي كان في ديوان فهم حاضر، واللي تسائل قال أنه في المستقبل باش نوليو نعطيو السيناريوات لرئاسة الجمهورية. ما تجيش ما تصيرش ما يزمش تصير، معناها تو كان سيد الرئيس يقول يوقفوا المسلسل، ما يعني ما سي با بوسيبل، ما يعني حاجه ما لا تقبل. معناها به اي تو ما نقترح حاجه، ما لا العام الجاي نكتبوا مسلسلات ناخذوا فيها اراء الناس، نجيبوا سيد رئيس الجمهوريه يعطي نبعثوا له السيناريو، ما لا هو نبعثوا السيناريو لسيد وزير التربيه. هذا كفنان يونس الفارحي اليوم فما سانسترا فما مس من حريه التعبير. بيان سور بيان سور بيان سور، معناها هي على الشكره الكبيره بتاع حريه التعبير اللي عندنا حتى تجي في فينالمون. لا والله السيد وزير التربيه، مع احترامنا للسيد وزير التربيه سي بورديري ومع احترامنا للسيد رئيس الجمهوريه، لكن اعتقد كونه هذه مساله تتجاوزكم. بنبين زيد التعليقات، فما حتى شفنا رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسى. احنا كنت فكروا وقت اللي حكينا في الموضوع نهار الجمعة قلنا انه كل عام فما كل مرة سلك كل مرة قطاع هو اللي يتحرك، وإلا يمكن يحس روحه ويتمس معناها جراء المشاهد اللي تكون في الأعمال الدرامية. وشفنا على صفحتها الرسمية رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسى اللي اعتبرت انه مسلسل الفلوجة يسيء لرجال الأمن. الدنيا على الفلوجة ولا شنو؟ علاش اسمه الفلوجة الساعة؟ علاش اسمه الفلوجة؟ هذا يتوى انك تشوفه في قدم الايام، اما من الاول عنده ايحاء. هذا ناويننا على السيناريو العراقي ولا شو ناويننا؟ ثانيا حاجة انا نحب نقولها في وسط ذيك الكل، المشهد متاع العنف متاع رجل الامن مع ولده، الكلام هذيك اللي يتقال المخرجة ولا اللي يكتب السيناريو ولا روذية متعمد، التشويه هذا متعمد، انك توري رجل الامن يربي صغاره بالطريقة هذيك وصغاره يستعاروا منه ويقولوا له انت علموك باش تولي بوليس، اللي هو يشرفك ويعرفك اللي هو قاعد يحمي في البلاد، وتورينا المشهد انه رجل الامن كيجي ربي ولده يجبد عليه الفرد على راسه، والمشهد هذاك يتعدى في رمضان قدام صغار، شنو تحبوا تقولوا فيه؟ شنو تحبوا توصلوا؟ ربيونا رجال الامن ويشرفوكم ويعرفوكم، وما ربيونيش بالفرودة على ريوسنا، وما ربيونيش بالعنف، ربيونا على الوطنية، ربينا على حب تونس، ويمشوا باش يخدموا تونس. هذا على شنو ربينا رجال الامن اللي بيتهم ولا ميتهم يخدموا في سلك الامن. به هذا موقف عبير موسى. مسلسل فلوجة فيما يخص مع طلاقته هو دور مع تلقان به دلي بن جمعة اللي هو رجل الامن اللي تعارك مع ولده، ما يبدو انه مع عبير موسى استمرت شويه اعوان الامن وتحب تربح مع تبليك جديد عندها، هي الحق مش متعودة بيه، دونك متعودة ديما ما تقولوا انه كونترها، لكن المرة هذه هي حبت تلعب على وزارة الداخلية تستميل بعض معناتها من الأمنيين. خلينا نشوفوا ردة الفعل كيفاش تكون إيد. اي اكزاكتو، ما باش نشوفوا الناطق والمتحدث باسم وزارة الداخلية فكر بوزغايا اللي علق زيادة على الموضوع هذايا، واللي قال المسلسل لا يمس من الأمنيين وما يقلقهمش. أما أنا قلت لك ما يقلقنيش، نحن عمل درامي على روحه، ديجا ما حبيناش نتكلم وما حبيناش معناتها ندخلوا روحنا في الموضوع من أصله. صحيح ومعناتها فما شكون ينجم يتكلف كأشخاص وين معناتها كي يسمع حاجة كيما كيكا، لأن أنا اللوم عليهم معناتها اللي معناتها اللي فاهم في الإخراج، طريقة الإخراج هذيك وزاد كيفاش شد المسدس على ولده اللي هي فيها برشا عنف مقلقة. صحيح هو منظر مقلق مش موجود برشا، ما نبنيوش عليه نحن كمؤسسة معناتها مؤسسة الدولة كوزارة، ما نيش باش نبنيو عليه، ما يهمنيش جملة زادة وتفصيلا معناتها ما يقلقنيش، نحن نخدموا الأرواح واصلين، نحن والأرواح يعرف روحه والمواطن يعرف اللي الأمن هذاك راه في خدمة البلاد وفي خدمة الوطن. باهي توا معناتها ناطق رسمي نتاع وزارة الداخلية فاهم لي هذاك السيناريو
قال ما قلقنيش هذا عمل درامي وعبير موسي متقلق مانيش فاهم با انا مي فريمون في الجدل اللي صار حول الموضوع هذا كل بالحق يمكن اكثر شخص مسؤول ظهر ديمقراطي في الحكايه هذه هو المسؤول بتاع وزاره الداخليه معناتها مو بيزار حاجه معناتها انوتي بالحق معناتها شنو معناتها معناتها الناس تحكي انه رئيس الجمهوريه هو اللي يقرر شنو اللي نتفرجوا فيه وشنو اللي ما نتفرجوش فيه معناتها حاجه من وراء العقل راه مش كان معناتها بغض النظر رئيس الجمهوريه ولا رئيس الحكومه ولا وزير الثقافه ولا راه ما فماش بلاد ديمقراطيه اللي فيها السلطه السياسيه هي اللي تقرر للناس شنو يتفرجوا وشنو ما يتفرجوش شنو اللي يقراو وشنو اللي ما يقراوش دونك هذا جانب. الجانب الثاني انه معناتها لا موديراسيون والاعتدال في التعبير على الراي تختفي تماما. انا ساعات نحس في قدام ظواهر كبيره كل واحد عنده ديكتاتور صغير في مخه كل ما يتمس القطاع متاعو المهنة متاعو الناس اللي يشبهولو الناس اللي خموا كيفو فإنه يخرجك الديكتاتور هذاك ويولي يسلط فيه على الناس الكل وإلا كي تبدأ تهم ناس أخرى ما يهموش وما يهموش. أنا راهو هنا نحكيو على عمل فني نحكيو على دراما ما فماش بش هذا صدقني معناتها سيد بتاع وزارة داخلية نطق رسمي باسم وزارة داخلية الكلام اللي قالوا يلخص كل شيء راهو معناتها ما فماش حاجه ما تمسش الناس. مثلا ناخذ انا في امريكا كي عاديو بوليس الكوليك باش بالك البوليسيه في امريكا هو على مستوى الاشخاص واحد كشخص مو ينجم يحس غدوه اي قطاع اخر ولكن انه تمشي انت على اساس انه هذاك هو الواقع وهذاك تصوير الواقع وهذاك اللي باش يغير الواقع في المستقبل راهي حكايه معناتها ما عندها حتى معنى. اليوم ساين فيكسيون عمل درامي يتم التعامل معه على الاساس هذا لا اكثر ولا اقل ومعناتها مش من الدفاع على المسلسل هذا ولا على غيره فقط انه المبدا انه الاعمال الفنيه يتم التعامل معه على قاعده الحريه وتطبيق القانون. ما عدا ذلك الجمهور هو اللي ولا ما عدا ذلك الذوق العام راهو ماهيش الدوله هي اللي تقرر به معناتها نورمالمون المشاهد هو الوحيد اللي يحكم ومش يحكم زاد يقول نتفرج ولا ما تفرجش هو يبدل معناتها هو حر اكزاكتومون معناتها هذاش معناتها ديمقراطيه معناتها ما عجبكش ما تفرجش هو كي قاطع العمل معناتها كي ما عجبكش ما تفرجش ما ضربك حد عليه ده مش لان نجيو نوقف مثلا نوقف ولا دعوات ولا رئيس الجمهوريه تدخل ولا ما يتدخلش ولا ما حاجه مضحكه شويه وانا بصراحه فرحان لرئيس الجمهوريه ما دخلش وما سمعش الدعوات للتدخل معناتها كان اعطيك دي شيفر ايد معناتها في الاربع ايام الاولى من شهر رمضان فانه تقريبا لا بار دوديونس اللي عند مسلسل فلوجه هي تقارب ل 70% معناتها 70% من اللي يتفرجوا في التلفزه يتفرجوا في المسلسل هذا معناتها مش عارف 30% هذوما ما تتفرجوش معناتها 30 خليو 70% يتفرجوا معناتها ما فهمتش نقلقكم معناتها ما حاجة بيزار ما تعرف بيزار مش ما تفرج أم فما 70% قاعدين يتفرجوا لا واليوم معناتها والله راه معناتها كان جينا دول 30 هذوكم يتفرجوا زاد ما يقولوش اما لا كان جينا نعرفوا اش فيه المسلسل بالضبط كان جينا معناتها كان جينا في الخمسينات ولا في الستينات فما عمل واحد في التلفزه وفما قناه وحيده انه يصير بوليميك يقول لك اليوم هذه قناه خاصه دونك ماكش انت دافع ضريبه والله التلفزه الوطنيه حتى الناس كي تحتاج يقول لك لا انا ندفع في الضرائب نتاعي ما نحبكش تنتج المنتج هذاك داكور مي اليوم معناتها لا ديفيرسيتي والتنوع راهو معناتها عندنا 5 ولا 6 شين واللي ما يحبش يتفرج على مسلسل يلقى سيت كوم واللي ما يلقاش سيت كوم يلقى حاجه اخرى ابار لي بلاتفورم واللي ريزو سوسيو معناتها يوتيوب وغيرهم تلقى ما تتفرج علاش انت معناتها فوكاليز على حاجه اللي انت ما عجبتكش ما عجبتنيش نمشي نتفرج حاجه اخرى.